عقد مجلس الشورى جلسته 22 برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، حيث أشاد معاليه بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي جاءت مبكرة وفي وقتها لحماية المملكة من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للفريق الوطني لمكافحة الفيروس وسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة، فضلا عما تم اتخاذه من إجراءات أشاعت الطمأنينة في قلوب الجميع. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث بيّنت اللجنة تمسكها بإضافة القانون رقم 2 سنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة. اختتم المجلس جلسته بالنظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح وتمت إحالته إلى الحكومة المقرة. استردت اليوم جلسة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون تجديد رخص الصيد من سنة إلى 3 سنوات لمزيد من الدراسة بعد استبيان، بعد ما أدلت الحكومة برأيها في مشروع هذا القانون، وبعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء المجلس الكرام، واتفقت اللجنة على اجتماع تنسيقي بين لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى ومجلس النواب، وأخذ مرئيات كافة الأعضاء في عين الاعتبار. مجلس الشورى رأى أن يضيف على الديباجة قانون يتعلق بترخيص السفن، وأيضا أخذ موافقة الجهات المعنية المختصة بالترخيص. تم متاولة الموضوع والنقاش حوله، وكان التوجه العام لدى مجلس الشورى اليوم أن هذا المشروع يأخذ مزيد من الدراسة حتى لا يسقط المشروع، ويكون فيه في نهاية الأمر يحقق الإيجابية والسهولة على الصيادين. والقانون إعادة التنظيم والإفلاس رقم 22 لسنة 2018 يحتوي على 195 مادة، وجدنا أن هناك 3 مواد تحتاج تعديل لتضبيط من ناحية الصياغة القانونية، يتعلق بمثلا الاعتزال ومن ثم التوفي، يتعلق بتوحيد الأيام كانت 10 أيام، وفي مادة ثانية 20 يوم سويناها 20 يوم.